دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هؤلاء القوم كانوا بيعملوا معاصي، بل كفروا بالله سبحانه وتعالى، وكانوا يتباهوا قوتهم، يقولوا ايه؟ من اشد منا قوة؟ من اشد منا قوة؟ اولم يعلموا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة؟ هم مش عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقهم اشد منهم قوة. انا برضو بقول لك كده، انت اعتمادك على فعل المعصية ايه اللي مخليك جريء؟ انك غني، ربنا سبحانه وتعالى اغنى منك. انت ايه، قوي؟ ربنا اقوى منك. انت يا عزيز، العزة كلها لله. انت ما تقدرش تعمل، يعني ما تقدرش تتحدى ربنا. انا عايز اقول لك بس حاجة واحدة، هذكرك بايام الله، بايام عاد وثمود. تعال شوف الاول هم عملوا ايه، واجسامهم كانت عاملة ازاي، وانجزوا في حياتهم انجازات عاملة ازاي، وبنوا ايه، عشان تقارن انت ايه بالنسبة لهم، وكمان تاخد برضو عبرة. يمكن تقول انا برضو يعني هم كانوا اقوى مني وامتن وازكى مني، ما اقفش في طريق ربنا سبحانه وتعالى وامشي في طريق غلط. تعالوا نشوف هم كانوا بيعملوا ايه. ده قصر جوه جبل، وده بيت جوه هضبة. شوفوا البيوت دي كلها كانت صخور، هم عملوا البيوت جواها، عاملين غرف وحمامات وغرف نوم وشرفات وبلكونات ومزوقينها، وكل ده بايديهم. الواحد كان يحفر كده بالصخر. شوف ده قصر عجيب. هم بقى حجمهم كان قد ايه؟ تعالوا وشوف، شوف حجم الانسان قد ايه؟ حجم الانسان قد ايه؟ طوله مثلا قولي 25 30 متر. شوفوا حجمه قد ايه؟ ده انسان متحنط منهم. شوف حجمه قد ايه. الم ترى كيف فعل ربك بعاد، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلد. شوفوا بني ادم واقف جنب راس الواحد من عاد وثمود قد ودنه بالظبط. شوفوا حجمه قد ايه، حجم الراجل اللي ميت قد ايه، عشان تعرفوا النهايه. ما فيش حد اقوى ولا يحدي الله. شوفوا شايلين جمجمته، شوفوا حجم ما هم بيطلعوه من القبور، ماتوا، اين هم الان؟ كل ده حجم جزء من بني ادم. وادي جماجمهم مكسره ومهشمه تشهد عليهم بانهم ضعفاء ومساكين، وما هم الا عباد لله سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم. اديكم شايفين، ادي عاد وادي قوتهم. لما ماتوا، ماتوا بايه؟ ماتوا بالريح، بس شوية ريح. القوة اللي احنا شايفينها للكون دي مش قوتك، والاسباب دي بتحركش بهواك ولا هتطوعك ولا هتسمع كلامك. ليه؟ لان مش انت اللي خلقتها. انت خلقتها؟ لا. انت كونتها؟ لا. انت ده هي مسخره ليك بس، ولو ربنا نزع تسخيرها منك، تسخيرها ليك، انت مش هتقدر اصلا تستخدمها اطلاقا. انت مش هتقدر تعمل فيها اي حاجه، لا هتقدر تشرب ميه، ولا هتقدر تسبح في بحر، ولا هتقدر تصطاد سمك من نهر، ولا ده لو سلطت عليك، لو سلط عليك حيوانات البر واسماك البحر وامطار السماء، انت مش ده انت ضعيف، وخلق الانسان ضعيفا.